لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 7 مايو، والنهاردة القمر موجود في برج الميزان. عندنا كمان فينوس وأورانوس وعطارد، الثلاثة موجودين في برج الحمل، وعندنا الشمس موجودة في برج الثور، والمريخ موجود في برج الجوزاء، ونبتون موجود في برج الحوت. عندنا كمان المشتري بيتراجع في برج الميزان، وزحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي. الجديد النهاردة ان عندنا حالة تنافر ما بين القمر وما بين فينوس. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على الـ 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، وأقول لمواليد الحمل يعني خدوا بالكم قوي النهاردة من عصبيتكم، كمان حاولوا تتحكموا في المخاوف اللي ممكن تسيطر عليكم، وتبعدكم عن اللي انتوا بتحبوهم. لو كنتم متجوزين كمان خدوا بالكم لعلاقتكم بشركاء الحياة، حاولوا تتحكموا في حالة الغليان والعصبية اللي ممكن تنتابكم. ولو عندكم شراكة في العمل برضو حاولوا تكونوا متفهمين وتدوا فرصة تسمعوا الطرف الآخر، الشريك، سواء شريك في الحياة أو شريك في العمل. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل الصحة، ومطلوب من مواليد برج الثور ان هم يوازنوا النهاردة بين طاقتهم البدنية وبين الواجبات العائلية اللي عندهم او الواجبات المهنية. بس مطلوب من مواليد الثور ان هم ينظموا جهودهم ويحاولوا يهتموا اكتر بصحتهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لان القمر عندهم في منزل الحب، والنهاردة فرصة هايلة لمواليد الجوزاء علشان يحققوا نجاح في علاقاتهم العاطفية، وكمان نجاح على المستوى المهني، لان عندهم الطاقة والنشاط اكبر. وكمان لو بيلعبوا رياضة النهاردة يوم هايل لممارسة الرياضة. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، فهقول لمواليد برج السرطان حاولوا النهاردة تحافظوا على هدوء أعصابكم قد ما تقدروا، وما تفقدوش إيمانكم بنفسكم. بعض مواليد السرطان ممكن يكون عندهم ميل إن هم يستعيدوا ذكريات مؤلمة، فحاولوا تقاوموا إن انتوا تعيشوا في الماضي، وحاولوا ترجعوا للحاضر بسرعة، وتأنوا في الانفعالات وردود أفعالكم سواء على المستوى العائلي أو على المستوى الاجتماعي. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لأن القمر عندهم في منزل العلاقات، والنهاردة مواليد الأسد أقول لهم اعتمدوا على لباقتكم، لأن النهاردة عندكم لباقة وتقدروا تعبروا كويس قوي عن مطالبكم. فلو عندكم أي مطالب مهنيا أو عائليا النهاردة يوم مناسب تعرفوا تحصلوا فيه على اللي انتوا عاوزينه. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، فهقول مواليد العذراء حاولوا تكونوا مستعدين للتعامل بخشونة مع الفلوس، وحاولوا كمان ان انتوا تتحكموا في مصاريفكم وتجنبوا التبذير قد ما تقدروا. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في برجهم، والنهاردة مواليد الميزان هيكونوا أكثر صبرا، وعندهم طبعا جاذبية أكتر، وعندهم قدرة على إن هم يلفتوا الأنظار ليهم. كمان مواليد الميزان النهاردة ممكن في الشغل يظهروا جدية وإخلاص أكبر، هم عموما بيكونوا ملتزمين، لكن كمان وجود القمر في برجهم هيديهم ثقة في النفس أكتر، وحسن تصرف، وجدية وإخلاص أكتر. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة هقول لهم معلش القمر في المنزل ال 12، وده ممكن يخليكم تميلوا للتوتر شوية، ومطلوب منكم ان انتوا تحافظوا على اتزانكم النفسي قد ما تقدروا، وكمان مهم جدا ان انتوا تعملوا في سرية وكتمان وتحموا نفسكم من المكائد. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة عندهم اليوم مناسب للقاءات اجتماعية،
والنهاردة يوم مناسب كمان لبحث مشروعات لو هم عاوزين يعملوا مشاريع. فوجود القمر بالنسبة لمواليد القوس، وجود القمر في منزل الأصحاب بيديهم فرصة ان هم يقضوا أوقات حلوة مع الأصحاب، أو هيديهم الرغبة في ان هم يكونوا متواجدين مع الأصحاب ويعيشوا حياة اجتماعية حلوة إن شاء الله. ولو عندهم مشاريع خاصة كمان هيكون عندهم قدرة على تنمية المشاريع الخاصة. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، فهقول لمواليد الجدي إذا تعرضت أعمالكم للتسويف أو للتأجيل، فهقول يعني هقول لكم حاولوا تصبروا قد ما تقدروا، ما تظهروش تذمر، كل حاجة هتيجي في وقتها إن شاء الله. هي مسألة يومين، القمر في يوم معاكس وبلوتو بيتراجع وكذا كوكب بيتراجع، فاصبروا والدنيا هتمشي أحسن إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيديهم الفرص هايلة، ممكن تتفتح لهم أبواب الحظ جدا النهاردة، وعندهم قدرة كمان على ان هم يظهروا مواهب جديدة وقدرة على اللمعان، هيلمعوا زي الذهب ويعرفوا يجذبوا الانتباه ليهم ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، ومطلوب من مواليد برج الحوت النهاردة بالذات ان هم يراجعوا قراراتهم الشرائية ويحاولوا يدرسوها وما يتعجلوش الامور قد ما يقدروا. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.